مشاهدينا بجد ترحيب بحضراتكم. البنك الاهلي في مواجهه طلائع الجيش، الكابتن طارق مصطفى في مواجهه فنيه مع الكابتن عبد الحميد بسيوني، كل التفاصيل الفنيه مع كباتننا الكبار ونجوم تحليل اون تايم سبورتس كابتن تامر صقر وكابتن محمد ابو العيلة. كابتن تامر مساء الفل على حضرتك. مساء الفل عليك يا احمد. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله كويس، كله كويس. كابتن ابو العيلة مساء الفل على حضرتك. احياء ومساء الفل عليك. الحمد لله كله تمام. كويس الحمد لله تمام. كابتن تامر يعني هبتدي معاك سريعا بالاثنين مديرين فنيين الاول، الكابتن طارق مصطفى وعلى الناحيه الثانيه الكابتن عبد الحميد بسيوني، واخد رايك في تقييمك ليهم الاثنين مدربين فيما قدموا حتى الان في الدوري المصري. بص الاثنين انا بشوفهم من افضل المدربين اللي ظهروا في الفتره السابقه. كابتن عبد الحميد بسيوني من المدربين القلائل اللي قدروا ياخدوا بطوله مع طلائع الجيش لما قدروا يكسبوا الاهلي في السوبر، ان هو ياخد بطوله الموضوع بيبقى مش سهل خصوصا بعيد عن الاهلي والزمالك. كابتن طارق مصطفى راجل عامل نتائج هايله في المغرب، وكانت جه اول تجربه ليه مع البنك الاهلي، كان البنك الاهلي في وضع سيء جدا في بدايه الدوري، قدر ان هو يفوز ويقدر يعمل نتائج جيده جدا. يعني ده هو الفريق الوحيد يحيى اللي قدر يجيب في الاهلي اربع اهداف في الفتره، يعني يمكن السنين اللي فاتت دي ما فيش قدر فريق محلي يجيب اربع اهداف ويفوز على الاهلي في المباراه اللي قبل السابقه. فاعتقد ان المدربين الفنيين جيدين جدا. الفرق بينهم حتى مخلي الماتش النهارده دي اهميه كبيره جدا طبعا. يعني انت الجيش لاعب اقل من البنك الاهلي بماتشين، ولكن برضو الماتشين مؤجلين مع الاهلي والزمالك، فالنقاط مش مضمونه. فالنهارده فوز البنك الاهلي خليه نفس عدد نقاط مع اللي طلع الجيش. طلع الجيش لو فاز يقدر يوصل لمركز خامس او سادس طبعا. برضو نتيجه جيده لعبد الحميد بسيوني. فعشان كده انا شايف ان الفرقتين عندهم الدوافع والحوافز النهارده ان هم يلعبوا على المكسب.